هنطلع مع حضراتكم وتقرير لاحتفالية فنية بمركز شباب تركيا بمناسبة انتصارات أكتوبر، للتقرير لزملاء ساهر المنتصر وخالد المشنب. نظم قصر ثقافة سوهاج التابع لفرع ثقافة سوهاج احتفالية فنية بمركز شباب توشكا ضمن المبادرة الرئاسية بداية. تم عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو خالد حبش التي قدمت بعض الأغاني الوطنية الخالدة. كما ألقى الأستاذ رزق الوجيه نائب رئيس إدارة مركز شباب توشكا كلمة عن الأيام الخالدة لحرب أكتوبر المجيد. وفي كلمته قدم الأستاذ أحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج الشكر لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج على تعاونها مع فرع ثقافة سوهاج، كما وجه الشكر لمجلس إدارة مركز شباب توشكا على حسن الاستضافة. وقدم الحضور التهنئة لسيادة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الخالدة دوما في قلب كل مصري. نغطي الاحتفالية في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرة بداية تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة اللي عادت لينا العزة والكرامة، واحنا كفريق بنحاول نغطي الانشطه بدعم من المديريه المتمثله في وكيل الوزاره دكتور محمد فريد. وهنا برضه حابب اشكر مركز شباب توشكا لان احتفاليه جميله، منها كانت دعوه كريمه من عضو مجلس الاداره الاستاذ الوجيه وكل مجلس اداره، لكن احتفاليه جميله ومسيه في احتفالات وطنيه حسستنا برضه بايام العزه والكرامه، وبرضه يعني مبادره جيده مبادره بدايه لانها هتعيد الانسان المصري في كل الاماكن عن طريق الوعي عن طريق الفكر عن طريق الشغل. احنا النهارده جايين في احتفاليه 6 اكتوبر، احتفاليه نصر واحتفاليه ذكرى 51 عام لحرب اكتوبر، حرب العزه والكرامه. جايين احتفاليه دي عشان نستمع لبعض اغنيات واناشيد والاغاني القديمه الجميله اللي كانت في ايام الحرب زمان طبعا، وكانت بتعبر عن نصر وبتعبر عن روح الوطنيه لبلدنا. طبعا احنا جايين هنا اصلا برضو عشان خاطر نغطي ونصور فعاليه من خلال مبادره بدايه، مبادره رئاسيه، مبادره رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادره بدايه تنميه انسانيه. كانت الحفله جميله، ونشكر وزاره الثقافه على هذه الحفله، والاغاني كانت رائعه، ومركز شباب مدينه سوهاج ومركز شباب مصر، ونشكر دكتور مصطفى احمد على حضوره. النهارده كان يوم جميل وكله احتفاليات، يعني كان يوم بغناء قصر ثقافة سوهاج، يعني ناس مبدعين بصراحة ربنا، يعني وكان يوم جميل. سوهاج خالد المشنب لقناة نيبة.